مرحبا مواليد مرشد ميزان، معكم كارمي شماس. اليوم بدي احكي عن الاسبوع من الاثنين 21 ايلول سبتمبر للاحد 27 ايلول سبتمبر. شو في عنا هذا الاسبوع؟ اول شيء بهذا الاسبوع بندخل بالجزء الثاني من شهر سبتمبر، وهذا هذا الفيديو منه مخصص لشرح الجزء الثاني من شهر سبتمبر، بتلاقوه بفيديو شهر سبتمبر. لكل الابراج كل برج له فيديو. الحدث الثاني المهم هو بداية فصل الخريف. بداية فصل الخريف بيبدأ لما الشمس بتنتقل من برج العذراء لبرج الميزان لبرجكم. يحدث هذا الأمر رسميا وبالدقة الثلاثة 22 أيلول سبتمبر الساعة 1:32 الظهر توقيت العالمي، يعني 4:32 بعد الظهر توقيت بيروت الصيفي. اللي عم بيتابعني من القارة الأمريكية يعني تقريبا من الصبح القمر بيكون الشمس بتكون صارت ببرج الميزان وبلش فصل الخريف. كيف بدها تكون الأحوال الفلكية لحتى تبرمجوا أشغالكم ومواعيدكم؟ التفاصيل، مزيد من التفاصيل لازم تاخدوا تفاصيل بالأبراج اليومية، وأيضا لازم تسمعوا شهر سبتمبر بتلاقوا لائحة الأبراج بتختاروا برجكم، الرابط بهذا وصف لهذا الفيديو. التنين 21 أيلول سبتمبر، القمر موجود ببرج العقرب لكن الشمس موجودة ببرج العذراء. بعدها الأجواء خفيفة خافتة، ويمكن يحمل يوم الاثنين بعض الالتباسات، فكونوا حذرين خاصة بالأمور المالية. فيكن تشتغلوا، فيكن تحطوا أشغال، فيكن تحطوا مواعيد خلال هذا اليوم، لكن بدكن تنتبهوا على كل كلمة بتقولوها، وبدكن تنتبهوا على أي مفاوضات مالية أو مسألة مالية عم تشتغلوا عليها. 10:30 المساء توقيت بيروت بينتقل القمر لبرج القوس، عفوا من برج العقرب لبرج القوس، وبيكمل ببرج القوس حتى الخميس الساعة 2:17 فجرا توقيت بيروت، يعني الأربعاء المساء الساعة 11:17 المساء توقيت العالمي. فترة وجود القمر ببرج القوس هي فترة مقوية ومدعمة لكم، وهنالك تغيير في الأجواء الفلكية بشكل هائل بشكل هائل ابتداء من الثلاثة الساعة 1:30 الظهر توقيت العالمي بالنسبة لكم. ها هي بداية الفترة الأفضل لكم نسبيا، من الثلاثة 1:30 الظهر توقيت العالمي، 4:30 بعد الظهر توقيت بيروت، أي بداية فصل الخريف. الخميس القمر ببرج الخميس الساعة 2:17 فجرا توقيت بيروت، القمر بيكون ببرج الجدي وبيبقى ببرج الجدي حتى السبت الساعة 9:09 صباحا. فترة وجود القمر ببرج الجدي هي فترة نوع من تقييم لوضعكم الشخصي العائلي النفسي المعنوي والإيموشنال، مش العاطفي، الايموشن احاسيسكم عواطفكم مشاعركم. البعض منكم يمكن ياخد قرار مهم له علاقة باستقراره النفسي العائلي الشخصي، قرار كتير كبير فيكم. تذكروا انه الشمس موجودة ببرجكم، وبالتالي اكبر قرارات رح تتاخد كل شيء بالشمس موجودة ببرجكم. عم تطوى صفحة وعم تبلشوا صفحة جديدة. يمكن يكون في بعض التوتر خلال فترة وجود القمر ببرج الجدي، لكن ليست فترة سلبية. السبت الساعة 9:09 صباحا توقيت بيروت، القمر بيصير ببرج الدلو، صديق جدا لكم، وبيستمر كل يوم السبت وكل يوم الأحد. أجمل يومين بهالأسبوع ويمكن بكل هذا الشهر من أول شهر لهلأ هني هذول اليومين. في عنا مثلث فلكي بين القمر وبرجكم، مدعومين 100%، أجواء حلوة، في حظوظ، يلي عنده شغل بينجح بشغله، ومطلوب منكم انكم تشتغلوا على أشغالكم الصعبة المعقدة سواء كنتوا بالبيت أو برات البيت، فترة ممتازة جدا. هلأ كمان فترة وجود القمر ببرج القوس كمان بتساعدكم كتير، فمبروك لكم سلفا بأسبوع ممتاز وببداية فصل الخريف ووصول الشمس لبرجكم. الأنشط والأكثر حظا فيها تكون مواليد سبتمبر 15 ل 22 أكتوبر،
كونوا حذرين مواليد 19 ل 21 أكتوبر من معاكسات كوكب المريخ. بدي أتمنى لكم أسبوع كتير حلو. إلى اللقاء مع أبراج يومية وشهرية. باي باي.